يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل العلم يفرقون بين المكره على الكفر بالقول دون الفعل، ما هو الدليل على التفريق؟ الدليل على التفريق واضح، حديث اللذين مر بصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة، وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا خلوا سبيله ودخل النار. فهذا دليل على أن فعل الشرك أنه لا يعذر فيه ولو قتل الإنسان يصبر، أما القول فله الرخصة بأن يتلفظ قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. نعم.